اليوم في لقاء جميل مع الفنانة التشكيلية الجميلة آية خير، وحبيت أسألها عن تجربتها في عمل هذا المعرض المنوع، ورود منوعة في هذا المعرض. فأبي أسأل أستاذة آية، تجربتك في عمل هذا المعرض شنو هي أساسها؟ أساسها حبيت جمع لوحات إيجابية فرايحية، وحبيت رجعكم على الزمن الجميل. صرنا بزمن وين كل شيء عجلة بعجلة، ما عم نحس يعني بقيمة الوقت. أما وقت ما بتكتب بجدول يعني الأجندة كله هاد يعني بضلوا شو بيقولوا ذكرى ما تنسى. سادة آية، شلون تبدين يومك عشان تشتغلين كل يوم يكون جميل جدا؟ شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، شعلي أنا من الناس وشعل الناس مني.